عام 1891 سقطت الدولة السعودية الثانية، وكان آخر أئمتها الإمام عبد الرحمن الفيصل والد الموحد المؤسس الملك عبد العزيز. وقتها كان عمر الملك عبد العزيز 16 سنة. بعد استقرارهم في الكويت 10 سنوات كان عبد العزيز في شبابه يردد أبيات بنية العزم للعودة لحكم الآباء والأجداد، كان يقول: يا دارنا لا ترهبين، لا بد ما نرجع عليك، أعطيك أنا العلم اليقين، لو ننتحي نزما نجيك. فكانت أول معركة محاولة لاسترداد الرياض عام 1901، ولم يحالفه النجاح فيها والحظ، وعاود الكرة 1902، والحمد لله تم توحيد المملكة اللي إحنا الآن نعيش كل خير فيها وأمن، فضل الله ثم فضل الموحد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل. كانت أسلحته في المحاولة الأولى من الفتيل ومن المقمع ومن السيوف ومن الرماح ومن الشلف. المحاولة الثانية اللي هي كانت عام 1902 تغيرت أسلحته إلى المصبع والدقسة، وكان يردد قصيدة يوم أقبلوا على الرياض ويعنزها على أخوه محمد المصطفق، يقول: يا محمد سبلوا وارخوا لعنا واحتموا دون الركايب، يا شفاتي ما حل ذب القفوش خلافهن بأمها تصبع ودقسن مطمساتي، إن ذبحنا الموت للصبيان سنة ونسلمنا سالمين من الشماتي. وبعد معركة جراب درجت على الملك عبد العزيز البنادقم 5 اللي هي العصملي، ولها أنواع من المعشر والملبس والعصملي والشريفية وأم برثم. وكان للمؤسس الموحد الملك عبد العزيز اهتمام خاص بالسيوف وعناية ومعرفة فيها، وكانت سيوفه الأربعة المشهورة جميعها فارسية، وكان من معزتها ومكانتها عنده كان مسميها بأسماها رقبان وصويلح وثويني وياقوت، وكان سيفه اللي ينقله في كل معاركه رقبان. بعد ضم الحجاز وصلت الملك عبد العزيز البنادق السواري اللي يسمونها سواري عبد العزيز بولندية، وتحمل وعليها جنيه ذهب تحمل اسمه عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل سلطان نجد والحجاز وملحقاتها. وبعد توحيد المملكة وأصبح عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وسعود ولي عهده، وصلت لهم بلجيك الطويلة والقصيرة اللي يسمونها بلجيك سعود وبلجيك عبد العزيز الفرخ القصيرة. لنا في استذكار هذا المجد وهذا البطولات عبرة وتاريخ وفخر لنا ولأبنائنا من بعدنا، والزوار نعتز فيه ونفتخر فيه لزوار هذا المهرجان وضيوف الدولة وضيوف النادي ومن جميع أنحاء العالم. هنا صورة معزي المؤسس وأبنائه الثمانية اللي شاركوا معه في معارك التوحيد، وهم تركي الأول، الملك سعود، الملك فيصل، الأمير محمد، الملك خالد، الأمير ناصر، الأمير سعد، الأمير منصور، والأمير منصور هو أول وزير دفاع في عهد والده المؤسس. هذا المحتوى التاريخي الثقافي الوطني لمتحف السلاح اللي هو عبارة من حقبة زمنية من 1901 إلى 1932 توحيد المملكة العربية السعودية.